الاهلي؟ اه ماله كابتن؟ وما هو الحل؟ النادي الاهلي اللي بيخلص ثالث دوري عام بيخسر مباريات، بيطلع ناشئين هو اختار اختار آه. هو اختار اللي يبقى ثالث، هو ده الاهلي اللي اختار. اه يعني اختار ان هو ما يوصلش، يعني ان هو يلعب بالفرقه الاساسيه يريحها على اساس ان اللعيبه دي تبقى موجود، والكلام ده كان من بدري. نعم. لكن هو نادي الاهلي انا مش شايف فيه مشكله اكتر من الراحه، وبعض بعض الاستقدامات في بعض المراكز. لكن الاهلي عنده عدد لعيبه كويس جدا. نعم. وانا مش شايف ان في مشكله ان يعني مثلا خسر الدوري عادي، ده وارد في الكوره، لكن هو في الاخر ان انت مش محتاج ثوره، يعني مش محتاج ثوره لا خالص. اه ما محتاج ايه؟ محتاج بعض التدعيمات بشكل كويس كمحترفين وبعض المراكز كسنتر باكات او يعني باك رايت او راس حربه، على المستوى الهجومي كمان، مستوى الخط الاخير محتاج تدعيمات برضو، سواء على محترفين او مصريين. سواريش اتظلم؟ بص يا كابتن، في الاخر انت بتيجي في نص موسم، انت ممكن تكون مضغوط كمدرب جديد ولسه ما عرفش الاسامي، بس هو في الاخر انت لازم تقدم حاجه تقدم حاجه برضو للناس عشان تخليك موجود لفتره وتديك فرصه اكتر. نعم. هو للاسف هو جات الظروف كلها ورا بعض، دربكه في خساره الدوري، في خساره كاس، في اداء مش ثابت، في قرار الاداره باللعب بالصف الثاني، فحصل برضو مشكله. لو كان لعب بالفريق كامل كانت النتائج اتغيرت، كانت هتبقى احسن من كده طبعا، هتبقى احسن من كده طبعا. الى اي درجه شايف انه مسؤول؟ بص يا كابتن، انا مسؤول يعني بدرجه مش قليله. بس هو ما لعبش في فرقته غير 3 4 ماتشات، يعني الراجل كله النهارده كلهم ولاد صغارين، الماتش اللي قبليه هو الاهلي. ما هو النادي الاهلي اتضح له ان هو خلاص الدوري خلاص. طب يعني انا كمدرب مش اتظلمت كده؟ ولا انت شايف انه زي ما الناس تقول ان هو مدرب دفاعي اكتر؟ هو انا مش شايف يعني مش يعني النادي الاهلي انت محتاج الفرق الكبيره محتاجة إبداعات في النواحي الهجومية. نعم. لأن كل أغلبية الفرق بتنزل كويش. تدافع قدام نادي الأهلي إلا بعض الفرق. أيوه. إلا الأهلي، إلا الزمالك، إلا فيوتشر مثلا، بيراميدز. الفرق دي بتقابلك جيم إنها عايزة تكسبك. نعم. وأنت تكسبها فالجيم بيبقى مفتوح. لكن هو أغلبية الفرق محتاجة إن أنت حلول على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، حلول هجوميه. شايف انه سواريش وفي نفس الوقت آه. الاهلي بيفتقد اللعيبه المهاريه.